تعالى الله أن يفضح إنسانا من أول مرة، ولكن إذا تمادى هذا الإنسان سيفضحه الله، لأنه أراد أن يفضح نفسه. والزاني خاصة تعجل له العقوبة مثل العقل الوالدين، الذي يعق والديه تعجل له العقوبة في الدنيا والآخرة إن مات على العقوق. وهكذا الزاني إذا زنى ولم يتب، طبعا زني به ولو تحت في لو تحت جدار بيته، زني به ولو على سريره. خذوا هذه القصة، أحد الصالحين من كبار السن ذهب يصلي العشاء، وعندما رجع في الزمان الماضي مشي كهرباء، كان شال قنديل معه، وعندما رجع وفتح الباب إلا هو يفتح الباب يدخل بيته وشاب يخرج من بيته. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ولدي، كيف حالك؟ خير بارك الله فيك، جيت زورني؟ شوف شيبه، شيبه ذا حكيم، ما شاء الله، جيت زورنا، تقهويت، تعال نزيد قهوة، تعال نزيد رمسة. وشايب عنده صديق مزوجنا بنته لصلاحه، لكن بنت شابة، بكون ما سد هذا الشايب. الولد مرتبك، لا با فلان، لا احسنت با فلان، وتقهويت با فلان، وعدت المستعجل با فلان. قال له عدت وما تجلس؟ قال لا. قال له عقبدوك هذا القنديل. قال له ها ما يحتاج. قال له كين تعليك ظلام، انت عليك ظلام، انا عدت وراجع ما اسير، ما اخرج من البيت، ما ابغى القنديل. فاصر علي على ان ياخذ القنديل، قال له خذه وبس طريقك انت. يقول له عليك، عليك ظلام. يقول له ما تعرف تطيح في قفره ولا تشوف عقرب تقتلها ولا حيه. فكان لزم علي ان ياخذ القنديل، فذهب واخذ القنديل. قال الشايب الحرمه، قلها سمعي، ابوش رجل ونعم الرجال، عندي حالك خيارين، اما ان اخبره وبالتالي تفتضحي، واما من اسماء الله الستار، والله يحب الستر، فعليك بالتوبة، لكن أنا ما أقبلك. فنذهب أن نذهب إلى زيارة أهلك، نقول لهم جايين نزوركم 3 أيام، بعد 3 أيام يوم نقول لهم ذهبوا فلانة، خبروا فلانة تذهب، قول يا شهيد يا بعيد ما أبغى. يقول له عدت أنا أتصرف. فذهب الرجل، قالت له يوم ما منا بد عقب أحسن هذيك ثانية. ذهب يزور، قال جاي نزوركم من زمان ما جيناكم 3 أيام وكذا، وبعد 3 أيام هكذا قال لهم ترى عاد نرجع مثل ما اتفقنا حق الزيارة وكذا يعني، وعدت تسامحونا، خبروا فلانة تذهب. هي ما قصرت، قالت أنا ما أبغى، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، واستويت الربشة، وسمعوا الرجال من داخل، قال مو هنا، قال ماشي، قال لا خبروني، قال هذه فلانة ما عف سبحان الله ركبها الشيطان عوين ما تصير معك، قال ماشي بس كأنها الروقة فرغت بالثلاث. بالثلاث الفض عليها بالثلاث، يا رجال سرعت عجلت، قال فرغت الروقة، يا أخي يقول العمانيين قول فرغت الروقة. ما أن خرجت من العدة حتى جاء ذاك الشاب واخطبها، جاء إيش اخطبها وتزوجها أيام، ويلقى رجال عليها ينقع فيه وكدسه، قبض الرجال قبضته العسكر، سمع الشيبة، سمع عن القصة، سار بعكازه إلى السجن، فقال حد من الجيران يقول إنه مسجون سمعان عنه وجاء يسلم عليه، قال إن شاء الله، فخرجوه خرجوه، كيف حالك ولدي؟ كيف صحتك ولدي؟ كيف ولدي؟ خير إن شاء الله، مالك؟ أنا سمعت إنك مسجون لكني ما أعرف القصة، مو قصتك؟ قال لو الحلال يقول له أنا ترى إن زوجت، يقول له مطلقتك، يقول له ولقيت فوقها يقول رجال، ويقول له نقعت فيه ما طاقني قوضيني، يقول له تو مسجون عشان هذا. قال سبحان الله ولدي، سبحان الله، أمو سويت كذاك يا حيدني ما عطنك قنديل. قال آه با فلان، أنا تو فهمت القنديل، تو فهمت كلامك يوم تقول شل القنديل تو بصبه طريقك، أنت عليك ظلام، فعلا الوالد فلان أنا علي ظلام،
حتى الآن علي ظلام. لذلك قالوا من زنى زني به ولو تحت جدار بيته، ومن زنى زني به ولو في سريره الزوجي.